التزاما منا بإيصال صوت المظلومين والشكايات إلى المسؤولين والرأي العام، وتعهدا منا بإيصال الحقيقة كما هي بدون زيادة أو تحريف أو نقصان، سواء كان الأمر يتعلق بالشاكي أو المشتكي به. اتصلت بجريدة السفير الصحفي ضحية أخرى من ضحايا الأحكام بالإفراغ، خصوصا بعاملة مقاطعة الفيدا أم سلطان. الأمر يتعلق بالسيدة الفرقي السعدية التي تشتكي حكما طالها بالإفراغ من مسكنها بالطبق السفلي حكما ابتدائيا. ولتقريبكم من معاناتها أجرينا مع الحوار التالي. الاسم كريم فرقي السعدية. انت كتسكني درب الكبير الزنقة 6. اشنو المشكل عندك؟ المشكل ديالي هو هذا الدار سيدي، كنت مع الوالد تزوجت مشيت، مات السيد راجلي، جيت لعند بو هنايا بقيت معاه، توفى، شرات هاد السيدة مهم وهاد الناس اللي دعوني، شرات الدار. ملي شراتها عيطات ليا قالت لي غتعطيني تكملي لي 10000 ريال، لان المرة الاولى ديك السيدة الاولى مولات الدار الاولى تعاطفت معايا بدلات لي الريسيب كان على 600 ريال. شحال من سنة تقريبا؟ 50 سنة. ملي كملت لها 2000 ريال دارت لي الريسيب سميتي. توفات مولات الدار هاد السيدة الاخرى اللي شرات ها ودات لعندي غادي تزيديني 8000 ريال تكملي لي 10000 ريال. قلت لها واخا، قالت لي ولك انا ما غنعطيكش الريسي. قلت لها علاش؟ قالت لي لا الريسي غادي يبقى عام 2000 ريال. قلت لها لا ما بغيش، بقينا على هكاك ما تفهمناش. توفات ولادها نادو دعوني، ملي جبرت راسي مدعيه علاش؟ بان تغير المعالم. كيفاش تغير المعالم؟ واحد الكراج في الجنب ديال السفلي ديالي، قال لك انت اللي سديتيه وانت اللي، وانا مالي فيه حتى شي يد. الشهود ديال الجيران عندي 12 شاهد عدليه بانني انا مالي دعوه به، ما ساده ما مقربه لي. اذا انت مسكنتي لقيتي الدار بحركه؟ لقيتها ملي جيت لقيت الدار ما عليها، امهم شراتها، شراتها بحال هكذا، هما تا هما يا عارفين بان هاد الدار هكذا، غير بغاو يديروا بحال هكذاك باش يخرجوني. والمحكمه باش حكمت؟ حكمت عليا بالافراغ. واش علاش المشكل؟ شنو المشكل؟ على تغيير المعالم. حكم ابتدائي ولا استئنافي؟ لا حكم ابتدائي سيدي، حكم ابتدائي. ونعد استانفت ولكن ما عرفتش كيفاش، انا ما تقبلش ما فهمتش علاش. المحامي تا هو يا ما دار ليا حتى شي حاجه، وانا عندي هاد جوج الوليدات ها هما هي امهم، وانا يا ولدي فين غنمشي وفين غادي نمشي؟ اش من طريقه نشد؟ ما عرفتش راسي كغندير، كغندير انا تنولي خارجه 74 عام نولي مليو حف الزنقه، انا ما عرفتش كيف غندير. هاد الحكم. السلام عليكم. عليكم السلام. انا نسيتها. شنو العلاقه ديك؟ نسيبتها؟ انا نسيبتها. اش بغيتي تقولي في هاد المشكل هذا؟ هذا المشكل، هذا المشكل غاوص. هاد السيده هادي ضامت هاد الناس هادو بالنسبه للحكم ديال الاستئناف. الاستئناف ترفض ليهم، داروا الاستئناف في المحكمه وما تقبلش، يعني المحامي ديالهم هما اللي داروا مشري، يعني شري. بلغوهم بالحكم. بلغوهم بالحكم، ولكن هذيك السيده عطات عليهم فلوس صحيحه، يعني شارياهم، شاريه المحامي ديالهم، شاري دي سميتو العون اللي كتجيب معاها، يعني كيفرض الوجود ديالو على 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 نسيبتي وعلى وعلى مرت ولدها. بحالاش كيفرض الوجود؟ كيفرض الوجود ديالو. ديك الخطره جاب استدعاء لقى غير بنتي وقالت له ما كايناش عقوسي، ما كايناش خالتي، دفع عليها الباب ودخلت لقلب الدار، دخل لحل استدعاء وخرج، قال لها هذه خصكم تشدوها بزمنكم. وجات نسيبتي انا قلت له ودي انا راه 75 عام وانا ساكنه في الدار. قال لي انا 75 عام راه خصك تخرجي، بارك عليك، خصكم تخويو الدار لمولاتها. ما عندوش الحق هو شي يقول لها الهضره هذه. انت عاون كتجي مع مع المعنيه اللي معاك، اجي وبلغ ديك القانون ديالك. هاد الناس فين غتمشي؟ هاد السيده هذه نسيبتي انا عندها مرض مزمن،
عندها مرت ولدها، عندها جوج وليدات، الولد ديالها ما خدامش، حتى هو عنده سيتك في في في, في ظهره، ما تيخدم ما والو، عايشين حتى هما غير داكشي بقدرة الإله. السيدة عندها الجيب ديالها في المحكمة كدوي كتقول لهم اللي غنعطيهم هما نعطيه عليهم. هادشي راه لا يعقل. هاد المحل دابا اللي دعاتهم عليه تقريبا 45 عام ولا حتى 50 سنة، مازال ما تناسبناش حنا، وهو كان عالي بحال هكا. تنجيو حنايا مازال ما تناسبناش، كنا عائلة ونساء وتلقاهم حنا هكا. يعني ما غيرت السيدة فيه ما حتى شي حاجة ما ما دارته. السيدة هادو ظلم، كون ما السيدة عندها السكن ديالها وما راه عاش الإنسانية، عندها السكن ديالها في درب العفو، عندها الفيرما ديالها في المذاكرة، عندها في الدروة، عندها بزاف ديال عندها ديال السكن. هاد الناس بغات تشردهم وبغات تشد هاد الوليات هادو، هاد الله من هذا منكار. جات تنفيذ ديال الحكم، جات تنفيذ؟ اه جات تنفيذ الحكم نهار 12 شهر 7. قالت لهم غنجيبكم القوة وغنجيبكم وغنجيبكم ونخرجكم لحكم حوايجكم في الزنقة. وجات المرة الأولى في الإفراغ الأول، فجت في الحكم الأول وكتقول سميتو البوليس خرج لهم حوايجهم لحرهم في الزنقة. بشهود الناس كيقول لها هو داك الدرك الملكي تيقول لهم سيدي احنا ما نقدروش نقيسو لهم حوايجهم. قالت لهم لا خرج لهم حوايجهم لحرهم. والناس ديال المخزن الله يحفظهم ما قدروش يأدوا السيدة، لقاوها مريضة ولقاو الناس على قد حالهم، ما قدروا يديروا حتى شي حاجه، والسيده منتصره عليهم بالفلوس. لما كتوجد جات النداء هذا دابا نوجهو لسيدنا الله ينصرو، واش ترضى بالام ديالك طلع في الزنقه سيدنا؟ هادشي راه ماشي معقول. حنا كنوجهو النداء صاحب الجلاله، يحق وليداته. يشوف هاد الناس هادو، عاش الملك، عاش الملك، يشوف هاد الشيء ماشي معقول. الله ينصر سيدنا وياخذ الحق ديال هاد الناس هادو. حنا مظلومين، راه ها هما ها. شوف هاد الصغار فين غيتشردوا، وهاد سيدي الظلمة، هانت ها هي ها الظلمة سيدي. ما عندهم فين يمشيو هاد الناس، ما عندهم فين يمشيو هاد الناس، غيمشيو غيديروا كيطون برا ويسكنوا. واش هاد العائلة كلها تشرد في كيطون برا سيدي؟ هاد العائلة أنا أمي، هادي أنا أمي، فين غتمشي؟ ما عندها فين تمشي، فين غتشرد؟ هاد المرأة عاطي عليها فلوس، كطاغي عليها بالفلوس، غتدير كيطون هي وهاد الوليدات. أنتوما واش تبغيو هاد الوليدات يتشردوا سيدي؟ والله منكر. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فهاد السيدة طاغية، طاغية عليها فلوس، طاغية سيدي، كتقول لها عاش الملك، عاش الملك، وعاطيها الفلوس، ما تحمل الفلوس، كتقول لها حق